بالرباط توجت سيربة المقدم ماهر البشير من جهة الدار البيضاء سطات بطلة للدورة العشرين لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا برسم بطولة المغرب لفئة الكبار لسنة 2019، والتي احتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريدا دار السلام بالرباط من 17 إلى 23 من يونيو لسنة 2019. الحمد لله، هذا اللقب الثالث ديالي واحد في 2018 هنا في جائزة الحسن الثاني والكأس محمد السادس الجديدة، والحمد لله هذا العام كانت المنافسة قوية أكثر من العام اللي فات، والحمد لله شجعنا الفرسان ديالنا وكانوا في المستوى وجاب الله التيسير. سيربة المقدم ماهر البشير تقدمت في هذا الحدث الرياضي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على سيربة المقدم عبد الجليل بوعزاوي من جهة خنفرة بن ملال، والتي حصلت على المرتبة الثانية بميدالية فضية، وسيربة المقدم العربي بن خدة من جهة خنفرة بن ملال عمالة خريبكة والتي جاءت ثالثة وتوجت بميدالية برونزية. ويعتبر فوز سرية المقدم ماهر البشير هو الثاني على التوالي، إذ حصدت الفرقة المرتبة الأولى في النسخة السابقة للمسابقة.